السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام كتاب الشهادات قال المصنف رحمه الله تعالى باب يعني باب تابع الباب الذي مضى وهو شهداك أو يمينه. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف حدثنا جاي بن عبد الحميد الضبي ومن ثقات الأسباط رحمه الله الجماعة عن منصور معصور منصور هو منصور بن المعتمر بن طرخان من ثقات الأسباط رحمه الله الجماعة عن أبي وائل شيخ بن سلمة قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ثم إن الأشعث بن قيس خرج علينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهداك أو يمينه فقلت له إنه إذن يحلف ولا يباري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية وهذه فيها هذه الآية واضحة جدا كما قلنا على تقرير ما يتبناه الإمام البخاري حبك الله تعالى في أخي الكريم تقرير ما قرره الإمام البخاري بأن المسألة على اليمين فهو يعتمد اليمين هنا. نعم قال شهداك أو يمينه شهداك أو يمين يعني هو يتحلل باليمين. أنت الآن لك بينة هات البينة ما عندك بينة هو يقسم وينتهي الموضوع. وكما قلنا القاعدة العامة في هذا الباب البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذه أيضا فيها لأنه قال شهداك أو يمينه ففيها اعتبار اليمين اعتبار يمين المدعى عليه وأنه تبرأ ساحته باليمين. وقلنا بأنه إن نكل على قول الجمهور فاليمين يرجع إلى المدعي فإن أقسم استحق الحق الذي ادعاه لأن الأصل أنه لا بد أن يأتي بالبينة فإن لم يأتي بالبينة فيبرأ المدعى عليه باليمين. فإن نكل فاليمين يعود على المدعي فإن أقسم استحق ما ادعاه خلافا للحنفية استحق ما ادعاه وهذا خلافا للحنفية. والأشعث بن قيس قال نعم فيا عليكم السلام وبركاته لما تغيبت لما تأخرت يا صادق خليمة قال فيها أنزلت وهذه فيها دلالة على أنها تأتي يعني تنزل الآيات لبيان الأحداث. قال فيها أنزلت كان بينه وبين يهودي خصومة وله أرض ولم يكن له بينه فقال أرضي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهداك البينة أين بينتك قال شهداك أو يمينه قال إذن يحلف يعني هو لن يتورع يهودي ده قلبوا باعوا التوراة فقال إذن يحلف يا رسول الله. فأنزل الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم المهم أنه قال نزلت فيها الأشعث بن قيس قال إذن يحلف فأنزل الله فقال سلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله عليه غضبان لا ضرر ولا ضرار لأنه بهذا المال يمين فاجرة كما قال سلم اليمين الفاجرة المنفقة للسلعة الممحقة للبركة اليمين الفاجرة يقسم بها صاحبها كاذبا من أجل الدراهمات يبيع دينه بثمن بخس. وهذه من الفتن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحلم حيران يبيع فيها المرء دينه بثمن بخس دراهم معدودة. الفوائد المستنبطة لا قول لأحد كان من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال شهداك أو يمين فعمل باليمين هنا. وأيضا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين وإن رفضه من رفضه من المالكية والحنفية والسنة حجة على كل أحد السنة حجة على كل أحد. القرآن كلام الله يواكب الأحداث ما يأتيهم قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه من يلعبون محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فهي الآيات تنزل موافقة مواكبة لما للأحداث. من خدع الناس بالله لقي الله عليه غضبان من خدع الناس بالله لقي الله عليه غضبان.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.